أهلا بكم من جديد، مستمرون في هذا المساء مع ملفاتنا المتبقية. بعد تقديم التماس للمحكمة العليا من قبل نواب الدروز في الكنيست، 100 من ضباط الاحتياط من الطائفة الدرزية في الجيش الإسرائيلي ينضمون لمنتدى خاص للاحتجاج ضد قانون القومية. نيكي هيلي تنتقد الدول العربية بسبب المساعدات المالية للفلسطينيين، والسعودية تقدم دعما ماليا للسلطة بقيمة 80 مليون دولار لدعم الخزينة العامة. انضم 100 ضباط احتياط من الطائفة الدرزية في الجيش الإسرائيلي لمنتدى خاص للاحتجاج ضد قانون القومية. البعض من هؤلاء الضباط شاركوا في حروب سابقة لإسرائيل، والآن يحتجون ضد قانون القومية بادعاء أنه يمس بحقوق أبناء الطائفة المعروفية ويتسبب لهم بالأذى. يأتي هذا بعد أن قام أعضاء الكنيست الدروز بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا ضد قانون القومية الذي يعرف الدولة يهودية القومية. هذا وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه سيجري جلسة خاصة وسيلتقي وجهاء من الطائفة الدرزية حول قانون القومية. التمسنا اليوم بعد أن قام أعضاء الكنيست الدروز بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا ضد قانون القومية، انضم 100 ضابط احتياط من الطائفة الدرزية في الجيش الإسرائيلي إلى منتدى خاص للاحتجاج ضد قانون القومية. قسم من هؤلاء الضباط شاركوا في حروب سابقة لإسرائيل، والآن يحتجون ضد قانون القومية بدعائهم أنه يعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية. قانون القومية هو قانون مشحف جدا في حق الأقليات في إسرائيل، في حق كل من ليس يهوديا، بالذات في حق أبناء الطائفة الدرزية الذين يخدمون هذه الدولة تماما كما يخدمها الشعب اليهودي. فالبند الأول ينص على أن دولة إسرائيل هي البيت القومي، البيت الوطني للشعب اليهودي، وممكن أن يفسر هذا البند بأن كل من ليس يهوديا لا يوجد له أي حق في هذه الدولة، بما ذلك الطائفة الدرزية التي تخدم هذه الدولة منذ قيامها. موجة غضب تجتاح أبناء الطائفة المعروفية الدرزية في أعقاب المصادقة على قانون القومية، حيث تعلو الأصوات المشيرة إلى خدمة أبناء الطائفة في الجيش الإسرائيلي منذ قيام الدولة ومئات جنود الذين خسروا حياتهم في معارك إسرائيل. هذا وأدى تمرير القانون إلى انتقادات قاسية في إسرائيل، ليس فقط من قبل المعارضة ومن المجتمع العربي، ولكن أيضا المتدينين المتشددين اليهود، بالإضافة إلى تعبير الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء القانون والذي بنظره يبعد حل الدولتين كجزء من حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو سيد شكيب شنان خبير الشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك. ومعي عبر الهاتف الدكتور أسعد عرايدي رئيس مجلس محلي المغار سابقا، مرحبا بك دكتور أسعد. دكتور أسعد أبدأ معك. قبل قليل نتنياهو أعلن بأنه سوف يقوم بجلسة استشارة مع وجهاء من الطائفة الدرزية حول قانون القومية. في البداية، كيف ترى التشريع من قبل الكنيست أو من قبل الحكومة الإسرائيلية لهذا القانون؟ تشريع سخيف زائد ملوش لزوم، هذا وصمة عار كبيرة في جبين ما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية. أين الديمقراطية إذا لم يكن هناك مساواة؟ والمساواة يجب أن تكون لجميع المواطنين الإسرائيليين، ليس فقط لليهود أو للدروز، الجميع لازم تكون. حسب رأيي شيء ثاني، القانون يمس بالدستور الإسرائيلي الممثل بوثيقة الاستقلال والتي نصت على المساواة بين جميع مواطنين الدولة. نعم. أعتقد أنه يجب عدم الاكتراث بهذا القانون، لأنه مش راح يتنفذ حتى لو وقفوا على رؤوسهم. نحن هنا منذ مئات وآلاف السنين وسنبقى هنا، هاي الأرض أرضنا وهاي البيوت بيوتنا. كلام فارغ ملوش لزوم، سياسي في سياسي سخيفي، إن شاء الله الله يهديهم. بس شو بنقول لك؟ نعم، ابقى معي دكتور أسعد. سمعك. استمعنا سيد شكيب لما قاله الدكتور أسعد، وكما ذكرنا نتنياهو يحاول ربما تعديل القانون أو إلغاء القانون بسبب ضغط الطائفة الدرزية في إسرائيل. مساء الخير للمشاهدين، مساء الخير دكتور أسعد. ردا على سؤالك، نتنياهو دخل في غياهب أمر كان عليه ألا يدخله سابقا. ففي مثل بالعربي بيقول مجنون بزت حجر في بير 100 عاقل ما بيشيله. الوضع اللي صار إنه في هناك سباق
بين الأحزاب اليمينية المتطرفة من هو أكثر تطرفا، ومن أراد أن يمنع وجود رئيس حكومة عربي بعد 50 سنة يجب أن يكفل للأقلية الغير يهودية في داخل الدولة أنه لن يقوم رئيس حكومة يهودي يقوم بطرد من هو لا يهودي من هذه الدولة. وأنا أوافق الدكتور أسعد على القول الأرض أرضنا والبيوت بيوتنا، هنا ولدنا وهنا سنبقى، لم نرحل قبل ولن نرحل الآن، ونحن شركاء حقيقيين للمجتمع اليهودي وللشعب اليهودي. ومنذ قيام الدولة وحتى اليوم هذا، حتى يومنا هذا، السواد الأعظم من أبناء الطائفة الدرزية مخلص ووفي ويقوم بواجباته تجاه الدولة. وأنا أوافق أيضا أن الآخرين مسلمين ومسيحيين وشركس وغيرهم لهم الحق الكامل أن يعيشوا بمساواة في داخل الدولة، وعلى حكومة إسرائيل أن تعود إلى رشدها وتقوم بتصحيح هذا القانون. لم يكن لدينا مشكلة ولا مرة مع كون دولة إسرائيل دولة يهودية، وهذا ما نصت عليه وثيقة الاستقلال. وأريد أن أصحح شيء واحد مما قاله الدكتور أسعد، لا يوجد في إسرائيل دستور، والسبب لعدم وجود دستور ليس الأقلية العربية أو الدروز وغيرهم، إنما الخلاف في داخل المجتمع اليهودي على الجواب من هو يهودي. نعم، أعود إليك دكتور أسعد مرة أخرى، لو بقيت إسرائيل مصرة على هذا القانون، كيف ترى تأثير هذا الأمر على العلاقة بين الدروز في إسرائيل وبين المجتمع أو الشعب اليهودي أو حتى الحكومة الإسرائيلية المؤسسات الإسرائيلية؟ انظر إلى المتطرفين الذين صوتوا مع هذا القانون، ونأخذ المتدينين الحريدين، ولا واحد منهم خدم يوم في الجيش. كل بيت درزي هو أولاده وإخوته خدموا في حدود 100 سنة لدولة إسرائيل. طيب حقهن بسنوا قانون يمس فينا، إحنا جنود مصرحين، إخوتي خدموا، أولادي خدموا، أنا خدمت، كله كلام فارغ. يجب ألا نأبه، وعلى الحكومة أن تعي أن هذا القانون العنصري لا يمكن أن يطبق. الديمقراطية ليست شعارات، وهذا أحد الشعارات تبعها. بقدر يسنوا قانون كمان يكرتونا من البلاد، صوت مين يتملون؟ هذا كلام سخيف بس تجارة ديماغوجيا قبل الانتخابات، مش راح نوافق عليه ولا بأي شكل من الأشكال. الواحد بموت مرة واحدة مش مشكلة. نعم دكتور أسعد، كيف تقرأ أيضا هذا التفاعل من قبل الطائفة الدرزية ضد هذا القانون؟ أولا أنا كنت من المؤيدين لكل حركة درزية قامت ولتقديم التماس لمحكمة العدل العليا، ولا زلت. فمنتأمل أنه محكمة العدل العليا بقيت صاحية وواعية ولا تقبل في مثل هذه القوانين العنصرية التي تميز بين مواطن ومواطن. نعم دكتور أسعد، سؤال أخير، وأنت تعرف ما يجري في مؤسسات هذه الدولة ولك خبرة طويلة أو باع طويل في هذا الشأن، هل ترى هذه الحكومة بالأخص هذه الحكومة بالفهم تذهب إلى تعديل أو حتى إلغاء هذا القانون بسبب الطائفة الدرزية؟ إلزامي، حتى مش بس مع الطائفة الدرزية والطائفة الشركسية وكل باقي الطوائف الذين يعيشون في هذه الدولة كمواطنين متساويين في الحقوق، والطائفة الدرزية والطائفة الشركسية كمان في الواجبات. نعم الدكتور أسعد الرايدي رئيس مجلس محل المغار سابقا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعود إليك سيد شكيب، كما ذكرنا نتنياهو سوف يلتقي بالوجهاء، ومن يعرف نتنياهو أحيانا نتنياهو يصر على ما يرغب به. لا يوجد أي وجيه ولا أي مسؤول درزي يستطيع أن يقنع الدروز بقبول هذا القانون، ولن يستطيع نتنياهو إقناع أي مسؤول درزي أيا كان بالموافقة على هذا القانون. وفي نهاية المطاف يجب تعديل هذا القانون، وهذا أقل ما يمكن أن يكون. الكرة انطلقت الطلقة من فوهة البندقية، انطلقت المقولة من الأفواه انطلقت، ولا يمكن تغيير هذه الحقيقة إلا بتعديل القانون وضمان المساواة لكل مواطني دولة إسرائيل بغض النظر عن انتمائهم الجنسي أو العرقي أو الديني. ربما بالنسبة للتعديل ماذا يستطيع أن يقوم به نتنياهو؟ التعديل فقط للطائفة الدرزية؟ لذلك يمكن يعني المساواة، حق المساواة وقانون
حق المساواة لكل مواطن، لا يمكن أن يكون تعديل فقط للطائفة الدرزية. التعديل إذا جاء وسيأتي على ما يبدو، وهنالك الكثير من الأشخاص الذين تحدثت معهم خلال هذا اليوم يوافق يهود حتى من اليمين المتطرف في لقاءات صحفية أجريت معي ومعهم اليوم، تحدثوا بشكل واضح على وجوب التعديل وضمان المساواة لكل مواطن، يكفل التعديل لكل المواطنين. نعم سيد شكيب شنان خبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين ننتقل إلى الملف الأخير. سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي تهاجم الدول العربية فيما يخص النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتحدث عن الدعم الأمريكي للفلسطينيين والذي يعتبره الفلسطينيون وسيلة للضغط عليهم لتقديم تنازلات سياسية. وفي المقابل قدمت السعودية دعما ماليا بقيمة 80 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لتسديد حصتها لدعم الخزينة العامة.